صباح الخير حبايب القلب، كيفكم؟ شو الاخبار؟ شايفين انا وين؟ انا عند البول تبع المبنى بالمسبح. كتير جو حلو ورائع، في شويه جيمس هيك طالعه بس من هون، فقلت لحالي الصبح لانزل لورجيكم انا بتمرن التمارين المعده الصبح مشان تكون هيك مفصله. شايفين كيف؟ بدي اورجيكم اليوم 5 تمارين كتير قوايه تعملوهم الصبح بكير، ممكن تعملوهم بالبيت. هن متقدمين بصراحه، مو للمبتدئين. راح اعملكم فيديو للمبتدئين يكونوا سهلين شوي، بس هدول هاي المره شوي للمتقدمين تنحصل على عضلات بطن شوي مثل هيك. اذا حابين انتم تكون هيك شوي سميكه فركزوا معي. اليوم راح اعملكم 5 تمارين، بدي اياكم تتمرنوا معي، ما توقفوا هيك تقعدوا تتفرجوا علي بس، لا تمرنوا معي. تشغلوا هذا الفيديو كل يوم الصبح حتى تشوفوا فرق بالبطن وعضلات البطن، تمام؟ تمرنوا معي منيح. راح نلعب 5 تمارين، كل تمرين عباره عن 30 ثانيه بكفي هيك تقريبا. رح نعملهم 3 جولات. اول جولة رح نعمل التمارين الخمسة كلياتها سوا، كل تمرين 30 ثانية بيناتهم 10 ثواني راحة. بعد الخمس تمارين نخلص اول جولة، منريح شي دقيقة، بعدين نبلش بالجولة الثانية نفس التمارين، بعدين منريح دقيقة، واخر جولة بتكون اللي هي الجولة الثالثة الاخيرة، تمام؟ فيلا خلينا نبلش بالتمرين بلا ما اطول عليكم، وجهزوا لي حالكم، حطوا لي المادة على الفئة او السجادة على الارض وبلشوا معي. يلا هحط انا التايمر، حطوا انتم التايمر كمان اذا بدكم. 30 ثانية نبلش باول تمرين، يلا خلينا نبلش. نسيت لكم اذا ما عندكم دامبلز ممكن تستخدموا انينة مي بالبيت تكون شوي موزنة، تمام؟ مهم دامبلز خفيف حطه بالرجلين هيك واركزوا معي شو بدي اعمل ومنبلش. يلا اخر تمرين واللي هو البلانك، 30 ثانية تكون منيح لأن بدنا نعمل 3 جولات. 1 2 3. We'll be right back.
هلأ منريح دقيقة كاملة. مريح دقيقة كمان.
حبايب القلب، شوفوا العرق عم بيزرزب مني، خيرات الله لانه الشمس جاي علي، بس كتير حلو الشعور هيك مع الشوب، جسمي دغري سخن. فشايفين هاي المعدة مع خواصر، لعبوا هيك هدول التمرين كل يوم. اذا ما قدرتوا 3 جولات مثل ما انا عملت، اعملوا جولتين بالبداية، بعدين بتصير عليكم سهل وتقدروا تعملوا الجولة الثالثة. هلا للمبتدئين ممكن بلا اوزان، اذا بدكم بلا الدنابل حاولوا انكم تتمرنوا ل20 ثانية، بيكون منيح مناسب. فتمرنوا هدول التمارين 2-3 مرات بالاسبوع بيكون تمام. عيدوا الفيديو وتمرنوا معي منيح. وهذا كان كل شيء اليوم، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. اذا بدكم هيك تمارين خبروني، مع الطلة هيك على المسبح كتير حلو الجو، لانه بشوفكم على قريب يا قهرين. اذا بدكم تدريب شخصي، برامج غذائية او تمارين، تواصلوا معي على الفيس او على الانستغرام، بحبكم كتير. تذكر يا قهرين، سلام.